مشاهدينا الاعزاء، متابعينا الكرام في كل مكان، احييكم مره اخرى وارحب بحضراتكم مع هذا التواصل المستمر. رياضة الآباء والأجداد باستمرار أيضا برعاية نادي دبي لسباقات الهجن، تعلن انطلاقات الصباحية من هنا مع سن الحجايج وشعارات أصحاب السمو الشيوخ وآخر أشواط أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم. ينطلق الشوط السادس الذي يحمل فئة الجعدان الأصايل لسن الحجايج والمسافة 3 كيلومترات. على البركة نتحرك بالمراكز الأولى المتقدمة ونتابع شعار الحميري من يطلع بالمركز الأول ليسجل حضوره ويفتتح الإذاعة هنا. ما شيء إرسال محمد بن طارش بالقوبع الحميري من يتقدم بالمركز الأول ليقدم ما شيء إرسال، بينما المركز الثاني هنا التواجد مع سرابي سعيد بن سهيل بن دليوي راعي الشوط السابق قدم لنا أسيادها ويقدم سراب في هذا الشوط، بينما المركز الثالث فيأتي شعار بوعالية في هذه اللحظات مقصص علي بن محمود بن حبيب الرضا، والمركز الرابع فيصل هنا ويتقدم غياث سالم بن علي بن خميس العمري، والمركز الخامس دور أيضا سخة محمد بن راشد بن حمد الغفلي، بينما المركز السادس فأيضا الواصل هنا هدف وينطلق بهدف الانتصار، الهدف هو هدف الناموس سيف بن علي بن راشد بكليب ممثل المدام أبو محمد، بينما المركز السابع يصل مياس لسيف بن سالم بضبيعة. ننتقل إلى المركز الثامن فيصل مصيحان محمد بن سلطان بدميثان القمزي، والمركز التاسع فيأتي دور اللي قادم هنا اللي واصل مياس محمد بن راشد بضبيعة يا سلام، بينما المركز التاسع المشير حمد بن موسى بن غدير، والمركز العاشر ختام هذا النداء الطف سالم بن مايد بن سالم بن مايد الاشتبي. هذه النتيجة أيها الحفظ الكريم، مشاهدين الأعزاء الحاضرين المتابعين المراقبين، أعود إلى المركز الأول، أعود مع بن دليوي يا سلام سراب على المركز الأول تسرب إلى البداية، ينطلق في بداية الشوط ها هو يقود هذه الأسماء ويقود هذه الشعارات بأداء رائع بحركات مميزة. بالمركز الأول سعيد بن سهيل بن دليوي يبحث عن الشوط الثاني، يبحث عن نقطة أخرى في صباح هذا اليوم، بينما المركز الثاني الواصل هنا هدف يتقدم هدف يا سلام يا هدف سيب بن علي بن راشد بكليب يا سلام يا ابو محمد. المركز الثالث وصل هنا مقصص علي بن محمود بن حبيب الرضا يا ابو عالي حرك، بينما المركز الرابع مياس لسيب بن سالم بضبيعه، بينما المركز الخامس يصل هنا غياث سالم بن علي بن خميس العمري. هذه النتيجه ولكن بن دليوي لا زال بالمركز الاول، سراب يا سلام سراب، وهدف قادم ليبحث عن الهدف الناموس ليبحث عن الانتصار، ولكن سراب لا زال متمسك بالمركز الاول صامد بصداره الشوط سعيد بن سهيل بن دليوي، بينما المركز الثاني هدف قادم سيف بن علي براش بكليب وصلبه عاليه علي بن محمود بن حبيب الرضا بدأ أيضا بالتهديد، بدأ يحذر في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع الواصل مياس لسيب بن سالم بضبيعة. هذه النتيجة، ولكن سراب يا سلام، راح سراب بالمركز الأول، راح سراب بالصدارة، سعيد بن سهيل بن دليوي سيب بن علي بكليب يأتي مع هدف على المركز الثاني، وأبو عالية قادم علي بن محمود بن حبيب الرضا، الناموس لمن؟ ولكن بن دليوي غادر مع المركز الأول للمرة الثانية، النقطة الثانية تغادر سلام يا الهباب سلام يا ابو سهيل سعيد بن سهيل بن دليوي على فوز سراب بالمركز الاول وفوز ايضا اسياد في شوطنا السابق. تهانينا والناموس لمالك هذا الشعار الرائع سعيد بن سهيل بن دليوي. المركز الثاني هدف سيف بن علي بن كليب وصل مع المركز الثاني، بينما المركز الثالث مقصص علي بن محمود بن حبيب الرضا. المركز الرابع وصل مياس سيف بن سالم بضبيعة، المركز الخامس الطف سالم بن مايد بن سالم الاشتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء، تهانينا لمالك سراب سعيد بن سهيل بن دليوي على هذا الانتصار. أتوقيت زمني؟